ضمن فعاليات ملتقى طرطوس الموسيقي الخامس وبمناسبة يوم الموسيقى العالمي وتحت رعاية وزارة الثقافة، أقامت فرقة فرح صافيتا أمسية موسيقية بعنوان ديو في المركز الثقافي بمدينة صافيتا وسط حضور فعاليات رسمية وأهلية. جاء ملتقى طرطوس الموسيقي الخامس الذي يتضمن العديد من الفعاليات في مركز ثقافي طرطوس وصافيتا والقدموس والعديد من المراكز في المحافظة. استقطبنا العديد من الفرق الموسيقية سواء المحترفين أو الهواة، وفعالية اليوم تأتي في هذا الإطار. الأمسية أخذنا موهوبين من الفرقة وجمعنا مثل آلات، مثلا آلات البيانو بمرافقة آلات الكمان، الجيتار مع صوت غناء أو بيانو نعود ديو. حبينا بس هي نحن بنعتبرها عيد خاص كمان لنا، لانه هيدي الامسيه تحديدا اطلاق فوج عازفين جداد، اول مره بيكون ظهورا على المسرح. الامسيه تضمنت مجموعه من المعزوفات الشرقيه والغربيه، قدمها عازفون موهوبون من الصغار واليافعين والكبار. اليوم حبينا نعمل أمسية بسيطة، جزء هي بسيط من أمسياتنا القادمة أكيد. طبعا في أمسيات مثل همسات صفطلية من ألحان وكلمات شعراء وأساتذة. عم نحتفل سوا اليوم بيوم الموسيقى العالمي. اليوم عم تنخلق أفراد جديدة عندها مواهب رائعة، في من الفئات العمرية الصغيرة بتبلش لعمري أنا. هاي أول تجربة إلي، حبيت شارك بهاي الأمسية لأنه بالمناسبة عيد الموسيقى العالمي، وبتمنى أنه الكل يكون موفق، وبتمنى أنه دائما يكون في هيك نشاطات فعالة. عزفت أغنية أنا لحبيبي، كنت مبسوطة كتير. بالإضافة لغناها بالمعزوفات والأغاني، تعتبر هذه الأمسية فرصة لتقديم المواهب بمختلف الأعمار أمام الجمهور ورعايتها، بما يحقق استمرارها لتكون رافدا حقيقيا للفن السوري. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.